السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الديبلياج والبلياج ديال البيزون. بالنسبه للبلياج كنشدو السيستم بلياج هادي اللي بالاحمر نهبطوها لتحت ونمشيو لامانيت ديال الاوفرتور والفيرميتور هي هادي اللي مور نوركو عليها وكنهبطو لافوش كل ما دخلت هنا حتى الاخر صافي هاي هنا الا دخلت هنا تقدرو نحسنو بسهوله. بالنسبه للديبلياج فراك نبداو بلا ما ندير فيرميتور اوفرتور غير الاولى كنهبطوها وكنطلعوا لافوش ديالنا حتى كتوقف في هاد الخوتينات ومن بعد كنمشيو للسيستيم ديال البلياج وكنطلعوها.